السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا واسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، هل موت الفجأه عقوبه للانسان؟ الحقيقه بعض الناس بيسال هو موت الفجأه عقوبه للانسان ولا لا؟ والجواب ان هو بحسب حال الانسان. فلو كان الإنسان على طاعة وكان مؤمنا وكان صادقا فموت الفجأة بفضل الله راحة لهذا الإنسان من هم الدنيا ومن نكد الدنيا وغم الدنيا ومصائب ومشاكل الدنيا وإن ربنا ختم له حياته على الإيمان وعلى التوحيد وعلى الطاعة فتبقى دي بشارة خير لهذا الإنسان أما لو كان الإنسان عياذا بالله فاجرا أو كافرا عياذا بالله فيكون موت الفجأة عقوبة له بفضل الله سبحانه وتعالى ليه؟ لأنه في الوقت ده بيحرم من التوبة وإن هو خلاص مات فجأة قبل ما يتوب بيحرم من التوبة وبيحرم من الطاعة وبيحرم من أي شيء يقربه من ربنا وبيحرم من حسن الخاتمة والعياذ بالله ربنا عافينه وعافيكم عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح موت الفجأة أخذة أسف يعني خد بالك بقى يعني مرة واحدة بيتاخد عياذا بالله ما بيلحقش لا يتوب ولا يرجع لربنا ولا يعمل أي خير عياذا بالله بتكون ديت سوء خاتمة للفاجر والكافر عياذا بالله أما للمؤمن فبتكون حسن خاتمة وبتكون خاتمة على طاعة بفضل الله سبحانه وتعالى وبتكون راحة لي من هموم الدنيا أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته